قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن أعمال تطوير بمنطقة السيدة نفيسة شملت تطوير المسجد والضريح والمنطقة المحيطة. النهاردة تحديداً موجود جلالة السلطان والعائلة والمرافقين ليه، بنتشرف إن إحنا موجودين هنا في مقام طيب وكريم، مقام السيدة نفيسة. وزي ما انتم شايفين اتعمل المسجد واتعمل المنطقة المحيطة وأيضا الضريح الكريم. فربنا يا رب يعيننا ان احنا نكمل ما بدأناه ويتقبل منا اللي احنا بنعمله ويعيننا عليه.